يريد هذا التفسير الذي يتوافق مع سياساته أو أهوائه. ننتقل إلى الرئيس الأسبق محمد أنور السادات. دايما كان بيتقال إن هو الرئيس المؤمن، ودايما كان يعني لابس العباية والجلابية وبيتواجد في المساجد وبيتكلم دايما يعني أبنائي وبناتي. هنا بقى السياسة الدينية للرئيس السادات إزاي اختلفت عن الرئيس جمال عبد الناصر؟ الرئيس السادات ارتكب خطأ كبير جدا، وهو أنه عمل زي جماعة الإخوان وحب يستخدم الدين في السياسة. وفي الحقيقة هو كان بيواجه معارضة بعضها غير ناضج من الطلاب اليساريين في الجامعة، ده من بداية حكمه بقى. من بداية حكمه طبعا. نعم. ومن رجال الرئيس عبد الناصر، وكان في بعض التجني عليه، كانوا مثلا بيستعجلوا المعركة وهو الراجل كان بيجهز للمعركة. إنما كانت الدوافع وطنية بشكل عام، إنما كان في نوع من أنواع الشطط. يعني هو واجه مجموعة وزراء اللي عملوا مع الرئيس عبد الناصر، مجموعة مايو ودخلت عمل الضباب بعد كده. إنما فضل في الجامعة الشباب اللي هم أبناء ثورة يوليو، معظمهم مواليد 50 52، كبروا ودخلوا الجامعة فمش قابلين فكرة التحول ده، وبعضهم كان متربي في منظمة الشباب والاتحاد الاشتراكي وكان اليسار موضة في العالم فمش قابلين، فكانوا بيشتطوا يعني عشان نبقى. وكان شايفين هو انقلب على يعني سياسة جمال عبد الناصر، تخلص من مجموعة جمال عبد الناصر. هو فكر انه يطلق الاخوان المسلمين ويؤسس جماعات دينية في الجامعة عشان تواجه هؤلاء الطلاب، وده كان خطأ كبير، لانه كأن انت مثلا بيبقى عندك عدو او خصم ممكن التفاهم معاه، فتجيب وحش يلتهمك ويلتهموا انتوا الاثنين مع بعض. هذا ما حدث. الرئيس هو فكر في استخدام الدين لهزيمة اليسار في مصر وهزيمة خصومه بشكل عام والناصريين. فابتدينا نشوف حكاية الرئيس المؤمن، ابتدى تظهر المادة الثانية في الدستور، دي كانت أول مرة في دستور 71، ابتدى يأسس الجماعات الدينية في الجامعة، جماعة اسمها شباب الإسلام اللي أسسها محمد عثمان إسماعيل، وده كان أمين عام للاتحاد الاشتراكي وراجل قريب جدا من الرئيس السادات. وبنعرف من خلال مذكرات اللي هو فؤاد علام الإخوان وأنا إن محمد أصلا إخواني، لم يقبض عليه في 54 لأنه كان طالب في حقوق، مش كل الطلاب الإخوان كانوا مسجلين في الجامعة. فبيدخل إيه في حاجة اسمها نظام التقية اللي هو ما بيعلنش عن نفسه ويستخبي منها، والتغلغل داخل مؤسسات الدولة. فهو من عيلة كبيرة في أسيوط، ابتدي ينزل يبقى في مجلس الأمة، يبقى في الاتحاد الاشتراكي اللي هو الاختراق ده. نعم. لحد ما تجيله الفرصة اللي هي الخلية النايمة اللي احنا بنقول عليها خلية، زي ما حصل معنا في 25 يناير. احنا تغيرنا في ناس كتيرة ما كانوش بيعلنوا عن نفسهم أساسا انهم من هذا الانتماء يعني. فابتدوا يأسسوا الجماعات جماعة شباب الإسلام دي، مجموعة من الطلاب في كلية هندسة، لأن هندسة كانت مركز للحركة الطلابية المناوئة للرئيس السادات من خلال جماعة كان اسمها أنصار الثورة الفلسطينية. كان ساعتها طبعا القضية الفلسطينية يعني مطروحة جدا وكذا، كانوا شباب يساريين فعلا. فهم بيأسسوا هذه الجماعة ويمولوها، وأنا يعني في الكتاب أشرت لي مذكرات وائل عثمان اللي هو أحد مؤسسي هذه الجماعة. فبيقول إن إحنا قابلنا مسؤولين كتير وعرضوا علينا تمويل كبير جدا، وقالوا لنا خدوا 100 مليون جنيه منظمة الشباب بدل ما فيها الشباب اللي هو يعني أنتوا تاخدوهم وتشتغلوا وبتاع. وكان طبعا في بيذكر اللواء فؤاد علام فكرة الاعتداء بالجنازير والضرب للطلاب المختلفين معاهم، إيه اللي بناخده. فدي في نفس الوقت كان كرد فعل طبيعي الإخوان وجودهم في السجون، ما منعش ان في بعض المساجد كانت تحتضن افكار الاخوان المسلمين، وان في ناس بطبيعتها دي انت مش تقدر بتروح يعني. فظهر الجماعه الاسلاميه اللي هي على ايد عبد المنعم ابو الفتوح، هو بيحكي تجربته في تاسيس هذه الجماعه. دي تم تشجيعها ودعمها وتسهيل الطريق امامها. يعني في جماعه تاسست بالامر اللي هو تعالوا انتوا، وفي جماعه احنا شايفينهم بنسيبهم يكبروا، سيبهم يكبروا جامد ونديهم امكانات ونديهم. هو كان في تصور ان هو في سيطره على هذه الجماعه، يعني هو كان متخيل ان هو هيقدر يسيطر. ما دي خطيئه الرئيس السادات، ان هو فاكر انه بيستخدمهم، في حين ان هم الخطا ان انت ما عملتش توازن في المجتمع. التوازن في المجتمع يا استاذ احمد، انت عايز تطلع الاخوان من السجون، خلي الوفد يشتغل، خلي الرأسمالي يشتغل، خلي الناصر يشتغل، فيبقى في توازن في المجتمع. انما اللي حصل ان انت ملكت الاخوان من رقاب المجتمع كله،
اديت لهم مساحات فظيعه للتاثير من خلال الاف المساجد ومن خلال العمل في الشوارع الشرعية كمان. ومن خلال كله بقى كل التبرعات الجمعيه الشرعيه وانصار السنه سيطروا على كل شيء وهم نفسهم. وبعدين فكره طبعا التمويل ان انت بقى كل حي في مستوصف جمعية ملحقة بالمسجد طبعا ده انت بتتخلى عن دور الدولة وبتخلي الناس تدين بالولاء لهذه الجماعة. طبعا أسست مدارس خاصة كتير جدا 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 يديرها الإخوان فانت بتربي الطلاب. ده كان في عهد السادات طبعا طبعا ولكنه لم يتوقف في عهد مبارك. لا لا بالعكس ده استمر. طب ده السؤال بقى يعني نهاية رئيس محمد أنور السادات لم يكن درسا كان يجب ان يعني زي ما بيقولوا كده يستفيد منه؟